من شواطئ العلمين الساحرة نأتيكم بصوت البهجة والفرح، النجمة نانسي عجرم في التاسعة مع هدير أبو زيد. وانت عندك تاريخ كبير من الحفلات في مصر، عاشق كبير مع الجمهور المصري. انا كل ما اجي على مصر جاي على بلدي، جاي عند ناسي واهلي. حوار خاص تكشف فيه كواليس مشاركتها في مهرجان العلمين الجديده. كتير حلوه المدينه. انا للحب كتير عطشانه. وحكاياتها مع الجمهور المصري. محضر ايه في العلمين؟ محاضرة جديد وقديم. ومفاجآتها الفنية في صيف 2023. طابع خاص لإلي وبحب اكتشفه واكتشف جمهور لي. التاسعة مع هدير أبو زيد الثلاثاء على قناة مصر الأولى.